انا بسال حضرتك ليه؟ عشان احنا معانا دلوقتي نموذج هيكون معانا دلوقتي عبر زوم لايمان المنشاوي. ايمان عامله صفحه على الفيسبوك اسمها ايمان المسكره. ايمان نموذج مميز جدا موجود على السوشيال ميديا بيقدم محتوى توعوي للمرضى المصابين بالسكر. هي معانا دلوقتي. ايمان صباح الخير عليك. صباح الفل، ازيك يا شاذلي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام والله الحمد لله. انت صحتك عامله ايه؟ زي الفل زي الحمد الفل لله يا رب دايما. طيب عايزين ناخد الموضوع كده ونرجع ورا شويه. اول ما اكتشفتي ان انت عندك السكر قررتي تعملي ايه وقتها؟ هل كان كل تفكيرك انك تخصصي جزء كبير من وقتك مثلا عشان تقدمي هذا المحتوى على صفحتك، ولا فكرتي في ايه ساعتها؟ هو انا الحقيقه زي ما كان الدكتور بيقول، انا يعني متعايشه مع السكر النوع الاول. النوع الاول ده مرض مناعي مفيش منه وقايه يعني، وجالي وانا طفله صغيره. ولما جالي الحقيقه، ودي حاجات من سبب اساسي اللي خلاني ابدا الصفحه، ان انا قفلت على نفسي. يعني كان في برضو زي ما اتذكر دلوقتي انه بيبقى في حمل على الاسره، وكان في حمل عليا انا شخصيا، بس انا قفلت على نفسي، حاسه انه في حاجه غلط، ان انا في حاجه غلط. فقعدت سنين مخبيه المرض حتى عن اقرب الناس ليا، لغايه ما يعني مريت بمراحل التقبل اللي هي احنا كلنا عارفينها، اللي هي في الاول بتبقى انكار تماما، انا ما حصليش حاجه، وبعد كده اكتئاب، وبعد كده احاول اتفاوض واقول طب انا مش هاخد انسولين بس اكل براحتي، وبعد كده في الاخر خالص بنوصل للتقبل. فانا عملت الصفحه لانه الحقيقه انا عارفه ان في ناس كتيره شبهي بس مش متجمعين على بعض، وبعاني لوحدي او بتعايش مع المرض لوحدي. انا مش عايزه اقول برضو انه المرض او مرض السكر النوع الاول هو معاناه فقط، هو ممكن اعيش حياه شبه طبيعيه بمحاذير ومعايير معينه تخليني اعيش بحياه صحيه. بس احنا عندنا شويه الا في المعرفه، نقص شويه في ان احنا نعرف نوصل للمعلومه. فده اللي حاولت اعمله من خلال الصفحه، انه اول حاجه اتكلم فيها الخرافات اللي كانت معروفه عن السكر، انه مثلا مريض السكر النوع الاول ما يقدرش يتجوز ويخلف، ان المرضى السكر او المتعايشين مع السكر يقدروا ياكلوا عسل لانه فيه شفاء. هو طبعا فيه شفاء، بس هو هيعلي السكر زي اي حاجه تانيه. انه مرض السكر النوع الثاني لا يمكن الوقايه منه، زي ما كان الدكتور بيقول يمكن الوقايه منه. ودي حاجه من دي رسائل كتير انا بحاول اعملها من خلال صفحه يوميات ايمان المسكره او ايمان دايابيتك دايريز. صححي المفاهيم او المعلومات المغلوطه اللي عند الناس، بس انا هرجع معاكي تاني لورا شويه. انت قلتي اول ما عرفتي انت اسرتك قلقتوا جدا وتوترتوا جدا، ازاي قدرتوا تتصرفوا او اتعاملتوا ازاي؟ يعني طمنتوا نفسكم ازاي ان انتوا قعدتوا تقروا اكتر، تدرسوا اكتر، تفهموا الوضع اكتر؟ هل فعلا مرض السكر قدر يؤثر على حياتك بعيدا عن الخوف والتوتر اللي انت اتكلمتي عليه؟ هل لما انت تعاملتي معاه صح واسرتك اتعاملت معاكي صح اثر على حياتك باي شكل من الاشكال؟ ازيك يا جمانة، يعني سؤالك حلو قوي. الحقيقة هو طبعا أثر، هو طبعا أثر. يعني هو سؤالك في جزئين، أثر أو لأ أو أثر إزاي؟ أثر لأنه بطبيعة الحال أنا بحاول أعمل واشتغل مكان البنكرياس، وده خلق ربنا، فأنا بقعد أحسب أكلي وبقعد أحسب نسبة أو كمية الإنسولين اللي هاخدها مع كل أكلة، وفي عوامل كتيرة بتأثر على ارتفاعات وانخفاضات السكر. ده مش نفس الحال مع النوع التاني، وفي أنواع تانية مختلفة. بس طبعا أثر على حياتي، بمعنى أن أنا في جانب إيجابي وأنا أقدر أختار أنا هحطه في أنهي حتة، إيجابي ولا سلبي. يعني أنا بقيت بطبيعة الحال أكثر التزاما، اتربيت على أن أنا ليا أكل في مواعيد، طبيعة أكلي مختلفة وصحية، بلتزم بالرياضة، كل ده عشان أعيش حياة صحية وأتجنب المضاعفات. أنا بقى اتعاملت إزاي أو أهلي اتعاملوا إزاي، دي حاجات من الحاجات أو عامل من العوامل اللي أنا يعني نفسي نتكلم فيها أكتر. الدعم النفسي، إحنا محتاجين دعم نفسي جدا يا جماعة، في أمور مختلفة بس أهمها التعايش مع مرض مزمن زي السكر. صحيح. سواء أنا، وحتى الدكتور كان يعني هو ذكر الموضوع ده، إنه بالراحة وإنه الأهل يهدوا، لأنه بيأثر على الأطفال وبيأثر على حتى يعني معاك لسن السن كبير، سن الجامعة وسن وثانوية عامة، إزاي الأهل هيستقبلوا الخبر وخوفهم وقلقهم لو بان للمصاب؟ صحيح هيتأثر. صحيح، نفس النقطة اللي كان الدكتور بيتكلم فيها بالظبط. فانا يعني انا شايفه انه احنا واحنا دلوقتي الحمد لله مصر اتغيرت كتير،
وثقافتنا اتغيرت فيما يخص الدعم النفسي، وان انا اروح لدكاتره نفسيين ومتخصصين نفسيين ولايف كوتش وحد يدربني اتعامل ازاي مع المواقف الصعبه. احنا عايزين ناخد راي فده الدكتور كمان في هذا النموذج. الحقيقه يا ايمان انا مبسوط جدا جدا. انت عارفه انا في اخر مؤتمر للسكر، المؤتمر الاوروبي ده كان في السويد، انا شفت واحده امريكيه زيك بالظبط وعامله صفحه، والحقيقه انت اسلوبك سلس عنها، وكانت جايه وعامله ستاند في المؤتمر، وكان ليها سيشن علشان تبقى نموذج للمريض، اللي هو احنا بنحتاج ان الاطفال او المرضى يقعدوا مع ناس زي كده، دول اقرب لهم مننا. يعني انا يعني ادعو كل الناس ان هم يسمعوا الايمان، كل مرضى السكر من النوع الاول وقرايبهم، ان هم يسمعوا الايمان، لان كلايف ستايل وكمعايشه مع مرض السكر هيستفيدوا يمكن منها اكتر شويه تجربة من الاوردرز اللي بياخدها من الطبيب، يمكن الكلام من الطبيب. شاكره جدا يا دكتور، حقيقي شاكره لدعمك، وهو ده اللي احنا محتاجينه دايما. ان يبقى الدكاتره داعمين لينا وسامعيننا وعارفين يتواصلوا معانا، فانا شاكره لحضرتك كمان. انا عايز اقول حاجه يا ايمان، العلاقه دايما ما بين الدكتور والمريض بيكون فيها شيء من التوتر، لانه بخلاف العيان وهو داخل بخلاف تجربه، حتى باباه ومامته بيبقى متوترين، عشان كده يمكن معظمنا بيجيب ناس في العياده مش يعني دايتيشن او حد اديوكيتور يقعد مع العيان، يكون اخف شويه من الطبيب مع العيان. لكن النموذج بتاع ايمان لما تبقى مريضه نفسها عندها ثقافه زي كده وتجربه حقيقيه، وبتقول ان التعايش مع مرض السكر افيلبل وسهل وممكن قوي نعيش بيه، هيصدقوها عننا طبعا. صحيح، شاكره. صحيح، يمكن ايمان كمان عارفه انت بصيت لها من ناحيه ايجابيه، زي ما انت قلتي اللي عايز حتى يقلل من وزنه بشكل عادي طبيعي انه يلتزم باكل معين في اوقات معينه، طبيعي انه يلتزم برياضه. احنا يمكن لما بنبص لها من منظور انه انا مريض او ان انا عندي مشكله وان انا لازم يبقى عندي كده حته بتاعت الضحيه دي، هي دي اللي بتصعب الموضوع، دي اللي بتعمل ده حقيقي يا جمانه، ده حقيقي. لا خالص يعني، وانا شاكره فعلا لوعيكم الحقيقه. يعني الحوار ده بيوصل رسائل كتيره انا بحاول اوصلها من خلال صفحتي على الانستجرام، انه احنا في مركز قوه، انت متعايش مع مرض مزمن، اتعامل معاه بشكل صحي عشان ما تبقاش ضحيه زي ما بتقولي، عشان تتجنب مضاعفاته، عشان انت قوي، ربنا ابتلاك بحاجه تعامل معاها، لانه ما فيش اي حد صحي او ما فيش اي حد خايف على نفسه وعلى صحته وحياته واسلوب حياته كويس او على شكل جسمه هيبقى بيفتح في الاكل. يعني طبعا حتى لما حد بيجي يسالني على الاكل واكل ايه وما اكلش ايه، كل حاجه بس بنسب واحسبها صح وذاتس ات، يعني هو ده اللي مطلوب. تمام. شخص صحي، شخص عنده مرض سكر او ما عندوش. انا عايز اعرف التغيير اللي انت لمستيه على الناس اللي بيتابعوكي على صفحاتك على السوشيال ميديا. يعني حاله من ضمن الحالات كانت لسه عرفت قريب ان هي لسه يا دوب لسه مصابه بالسكر، وحاله القلق والتوتر والكلام ده، فدخلت واتكلمت معاكي وحياتها اتغيرت نوعا ما، او تقبلت هذا الامر وتعيشت معاه زي ما انت بتعملي. الحقيقة أنا فعلاً فعلاً محظوظة، لأني بيجيلي ردود أفعال وبيجيلي رسائل كتيرة، بالأخص في حاجتين: العلاقات والجواز، وإن حد يفصح ويقول بصوت عالي أنا عندي سكر، أنا متعايش مع السكر. لأن ده كان حاجة فيها حرك شويتين ثلاثة، لأنه أنا وأنا قاعدة ممكن أبقى محتاجة أخد حاجة مسكرة، ممكن كتير أبقى محتاجة أخد الحقنة في بطني أو في رجلي، فالناس بتستغرب او ما بتبقاش فاهمه او بيبقى فيه صعبانيات. فالحاجتين دول في ناس الحمد لله بفضله وكرمه ابتدوا يتقبلوا اكتر المرض، وابتدوا يقولوا بصوت عالي انا عندي السكر، انا ما عنديش مشكله، انا متعايش. بالذات البنات والامهات، البنات كمان بيبقى عندها شويه، والله البنات والولاد بيبقى عندها شويه تحفظ او خوف من عدم التقبل، ان حد مش هيقبلها لان هي عندها السكر. فاتكلمنا في المواضيع دي، والحمد لله في ناس كانت فعلا اتغيرت ولقت ان هي مش محتاجه حد مش داعم في حياتها. صحيح. وبقوا يقولوا باريحيه ان هم عندهم سكر وياخدوا الحقن قدام الناس، فكنوع من انواع الدعم. هو مفيش اي شيء يعيب بصراحه خالص، ولا في اي شيء ابدا يكسف، ولا في اي شيء يخلي الشخص المصاب بمرض السكر انه يشعر انه بالحرج او يشعر باي انه عنده اي نقص من اي نوع. تماما، انا بؤيدك جدا يا ايمان، والحقيقه يمكن انا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده، ويعني
حتى اسم البيج بتاعتك او الـ 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 الصفحه بتاعتك ايميل مسكره، انت حتى حاطه يعني استخدمتي اسم اصلا المورب بطريقه لطيفه جدا تبين، يمكن الاسم في حد ذاته يبين طريقه تعاملك مع مرض السكر. بشكرك جزيل الشكر ايمان. شكرا يا جمانة، شكرا لكم كلكم وان انتوا اديتوني الفرصه دي اتكلم واوصل صوتنا. شكرا يا دكتور، شكرا يا شاذلي، شكرا جدا، شكرا لاستقبالك، شكرا ليكي خالص.